الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس البرلمان، السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، السيد رئيس المحكمة، السادة رؤساء الكتل، الزعماء السياسيين، سعادة السفراء، الضباط، الأبطال في الجيش العراقي، نحتفل اليوم بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، هذا الجيش الذي قدم الكثير لبناء هذه الدولة، هذا الجيش سليل التاريخ الطويل وسليل البطولات التي شهدت له منذ يوم التأسيس. نحتفل اليوم لكي نستذكر كل هذه البطولات التي تؤسس لبناء الدولة. اليوم نحن في أمس الحاجة إلى بناء التجربة في هذه التجربة الديمقراطية الفتية في العراق التي بدأت مسيرتها منذ عام 2003 والتي تعرضت في بعض الأحيان إلى أوجاع، ولكن بقدرة العراقيين، بزعماء العراقيين، زعماء الكتل والمرجعات الدينية، نجحنا بعبور كثير من تحديات التأسيس. كل عملية ديمقراطية في العالم تمر بمراحل التأسيس، العراقيين أسسوا لعملية تستحق كل هذه التضحيات. اليوم جئنا نحتفل بكم جميعاً لكي نصنع المستقبل. أشكر كل السادة الذي دبوا هذه الدعوة الكريمة لكي نبعث رسالة للمجتمع العراقي أن العراقيين موحدين بكافة أطيافهم وقومياتهم ومكوناتهم من أجل بناء المستقبل. نرحب مرة ثانية بالجميع، وجئنا نحتفل بتكريم مجموعة من القادة لهذا الجيش البطل بحضور كل قادة هذا البلد. أشكر الجميع لقبول هذه الدعوة وتمنى التوفيق للجميع. شكرا جزيلا.